الجزيرة للحرية وبيتميز عن باقي الفنون لأنه هو رئة الشعوب يلي بتتنفس وبتحيا فيها. صلة اتصال مباشر بين الممثلين على المسرح وبين الجمهور. برعاية من وزارة الثقافة، مديرية المسارح والموسيقى، مسرح الحمرة عم بيقدم اليوم مسرحية حفلة على الخازوق. كاميرا 7 ماكس تي في تواجدت ضمن المسرحية ورصدت لكم الكواليس. خلوكم معنا بهذا التقرير. اخترت هاي المسرحية بالذات وهذا العنوان؟ قدمنا نماذج مختلفة عن نماذجنا، ولا كان بإمكان أي مخرج آخر يجي يشتري لها يعملها بالعامية باللهجة الشامية يعملها، فبيطلعوا الناس بيقولوا خلص الفساد بس عنا. لا، مو عنا الفساد، الفساد هنيك خلق أصلا. يعني إحنا أجتنا طرطيش منه على عالمنا العربي، ولا كان تتخيل قد صار في عنا فساد. هذا واحد. اثنين، المسرحية هاي مكتوبة من زمان، من شي 50 عام، شافوها الأجيال اللي قبل هذا الجيل الموجود. حبيت أنا باعتبار هذا النص يعني لا يخضع لمتطلبات مرحلية، يعني صالح لأنه قدمه في أي مرحلة طالما الفساد موجود. برأيك ده اليوم المهم المسرح بالنسبة للشباب والجيل اللي هلأ هو ببداية طلعته؟ المسرح بضل له خصوصية لأنه في تماس مباشر مع المشاهد، يعني غير عن التلفزيون الشاشة الصغيرة بجوز يقوم وهيك يفوت لجوا كذا. بالسينما بيعرف انه في حاجز بينه وبينها في شاشة يعني، بس بالمسرح لا، بالمسرح في لقاء مباشر وحميم وحاد جدا وحار، وبالتالي التأثير بيكون طازج وبطلع يعني صحيح انه بضحك وبزقف، بس طالع بيقول في ذئاب حوالينا وعم تاكلنا خلاص. يعني عرفت كيف؟ من هون بتيجي أهمية المسرح وضرورته. بداية خلينا نحكي عن التعاون اللي تم اليوم لحتى حضرتك اليوم نشوفك من جديد بالمسرح وعن دورك بهي المسرحية. كتير مبسوطة بهي التجربة، هذا التواصل مع الناس، كتير مبسوطة بالتجربة الأولى أنه تكون مع الأستاذ زيناتي قدسية، هذا الاسم الكبير اللي أنا شايفت له تقريبا كل مسرحياته، وكنت حابة دائما أني أنا أكون تحت إدارته يوما ما، وصار هذا الشيء. فيا رب أنه هيك مثل ما قلت لك يلاقي النجاح والمحبة عند الناس. هند شخصية باختصار شديد، شخصية قوية كتير، ذكية، بتتصف بالذكاء بالعفوية، شخصيتها قوية، رمز لكتير شغلات بتشوفوها بعدين، ما بدي أحرق القصة وقلك، يعني هي بترمز لكتير شغلات أكتر من أنه امرأة. أنا حسن المواطن المسكين مغلوب على أمره، الذي يأخذونه على غفلة ويسجن، وبالنهاية حبيبته هند هي بطلة العرض تنقذه بعد كثير من المحاولات اللي راح يشوفها الجمهور. ما بدي أفشيها يعني هلا. يعني هو الحقيقة أنا بلعب شخصية قد تكون مختلفة شوي عن زملائي في المسرحية. شخصية ممكن تقولي هي شخصية واحدة متلونة في مواقع مختلفة عبر التاريخ، وممكن تقولي هي عدة شخصيات تتقاطع مع بعضها لتشكل شخصية واحدة. هاي الفرضية اللي موجودة على خشبة المسرح اللي أوجد الأستاذ الزيناتي كمعد وتعاوننا معه إحنا كممثلين، هاي الفرضية يعني حتى لو حققت التباس عند المشاهد إنه يا ترى هذا اللي عم نشوفه على الخشبة، هذا الممثل اللي كل شوي بنشوفه في موقع آخر، هو نفسه ولا هو عدة شخصيات بس بيشبهوا بعض؟ يعني انه هذا النموذج، هذا الفاسد، هو موجود اللي بيلعب تحت الطاولة، موجود في كل الأزمنة والعصور بغض النظر مشاهدنا حسم لأنه شخصية واحدة أو أكثر من شخصية. بالحالتين صح، لأنه إحنا عم نناقش نموذج من الفساد عبر التاريخ. نحن مو ضروري نسبة وجود المسرح، نحن المهم أنه نسبة أنفسنا على الأرض، نثبت أنفسنا بشكل حقيقي كناس حقيقيين بيحبوا البلد وبدهم يبنوا البلد. هذا كتير مهم أنه ننتمي للبلد. أوكي ننتمي للمسرح، ننتمي لفن من الفنون، بس الانتماء الأكبر هو الانتماء للبلد، وهذا إثبات الوجود الحقيقي. هلأ أنا عم بلعب شخصية النائب بالمسرحية اللي هو ثالث شخصية وأعلى رتبة يعني بالجميع بتفوت لعنده الشخصية الأساسية اللي هي هند.
شخصيتي مساحتها صغيرة لكن فعلا يعني يفترض انه كبير بحكم انه هي ختام الشخصيات. قد ايه يعني لك اليوم انه حضرتك تكون ضمن البروفات ضمن التحضير ويكون هو المخرج نفسه هو والدك؟ قد ايش هذا الشيء مهم لك؟ والله التعاطي ضمن اطار البروفا، تعاطي مخرج لا ممثل لا اكثر ولا اقل. بعدين معتاد انا على هي المساله منذ الصغر، يعني من انا وصغير كنت اجي واحضر بروفات ومن انا وصغير بالمسرح. لاحظنا ان الفرقه هي مشاركه ضمن المسرحيه اللي نحن هلا مثل ما عم نكون فيها على مسرح الحمراء، قديش هذا الشيء مهم وشو دورها اليوم؟ دور الفرقه اليوم مربوط بالمسرحيه بشكل عام، يعني المسرحيه مع الراقصين، الراقصين هن جزء كبير من المسرحيه والممثلين اللي عم نعرض معهم، وبالنهايه هذا فخر لنا كبير. يعني انا كانت لي اول مشاركه اليوم مع الاستاذ زين هذه القدسيه مع هدول الفنانين الكبار اللي شفتيهم انت بالكواليس، فهي الفرقه عمرها 3 اشهر. العرض صار لنا نحن تقريبا شهرين عم نحضر له. هو العرض كوميدي، يعني فيك تقولي كوميديا سوداء يعني، فكان كان كتير تقبل حلو من خلال الجمهور، كتير انبسطنا ويعطيكم العافية. أنا اسمي جورج دوشي، عضو نقابة فنانين سويديين، أنا جاي مغترب. أعطيهم العافية شباب، كتير حلوين بس ما في نص، يعني خليط. حضرتها بمرايا من 20 سنة، حلو حلو الشغل، حلو أنا ما فيني أجي ونظر من بعيد. بحرب على سوريا 8 سنوات مجرد في مسرح هو شراعة، بس نحن دائما نتأمل يكون شيء جدي. على كل شكرا كثير لكل القائمين، أتمنى أنه نرتقي بمسرحنا كمان شوي. مسرحية جدا رائعة، القصة مش مستهلكة، يعني بالعكس في شيء كتير يعني شيء جديد اللي هو أنه من عدة عصور. بالأول بينت أنه شوي فيها يعني فكرة الخازوق، وهي الفكرة بالأول راح التفكير لناحية أنه ممكن تكون مبتذلة بناحية المسابات، بعدين طلعت لا، أنه فيها قصة فيها ذكاء فيها شيء جديد عم ينعمل، شيء حبكة ما كانت متوقعة. عن جد كتير 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 حلوة، يعني نحن الصراحة أنه زمان ما حضرنا مسرح بس كتير عوضت وحسينا في شيء دخل فرح على البلد.